ثم مسح برأسه. وما ذكر يمسح ثلاث ولا يمسح مرة واحدة، مع أن السنة أنه لا يمسح الرأس إلا مرة واحدة. أما إذا جاءك واحد وقال لك الحديث المجمل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، نقول ثلاثا ثلاثا في المغسولات لا للممسوحات، لأن الممسوح مبني على التخفيف. فانظر المسح على الخفين مرة واحدة، المسح على الرأس مرة واحدة، المسح على اللفايف والجبائر مرة واحدة.